هذا من أسوأ الطباع التي يمكن أن يتصف بها إنسان صغيرا كان أم كبيرا. إنني في شدة الحيرة من أمر هذا الصديق، لا أدري لأي سبب يفعل أفعاله هذه. لا يوجد سبب يا ولدي يبرر أن يسعى الإنسان بالشر بين الناس هكذا. إنه لا يدرك عاقبة ما يفعل، ويجب علينا أن نسرع في إنقاذه قبل فوات الأوان. هيا بنا يا ولدي، لابد أن عبد الله البري في انتظارنا الآن. كيف يا مبروك؟ كيف؟ لك شهر من الآن وأنت تعدني بلقائه كل يوم. هل نسيت المكان الذي كنت تلقاه فيه؟ وكيف أنسى شيئا كهذا يا عبد الله؟ أنا أذهب إلى البحر كل يوم في نفس المكان الذي لقيته فيه أول مرة. ولكنه يا عبد الله، منذ أن حدثته برغبتك في لقائه لم يظهر لي ولا أعرف لما. أنا أعرف يا مبروك،
أعرف أنه ما يزال غاضبا مني رغم مرور كل تلك السنين على ما حدث بيننا. ما أشد غضبك علي يا بحري؟ ولكن يا عبد الله، ما الذي حدث بينكما؟ لقد كانت صداقتكما مضرب الأمثال، فلما حلت العداوة محل هذه الصداقة؟ أنا الذي أخطأت أيها الصياد، أنا الذي أخطأت، ولم يشفع لي ندمي ولا اعتذاري عند البحري، بل إنه يرفض لقائي لكي يسمع مني ندمي واعتذاري على ما فعلت. أي خطأ هذا يا عبد الله الذي جعل أعز أصدقائك يغضب منك كل هذا الغضب؟ اسمع يا مبروك، حاول من أجلي مرة أخرى. اذهب إليه في نفس المكان كل يوم على شاطئ البحر، لابد أنك ستلقاه ذات مرة، وعندها استحلفه بالله أن يلقاني ولو لدقائق قليلة لكي يسمع مني ندمي واعتذاري على ما فعلت. أرجوك يا مبروك، أرجوك. لك ما تريد يا عبد الله، سوف أذهب إليه كل يوم في نفس المكان الذي لقيته فيه، وسوف أبلغه ما تريد. شكرا لك من أعماق القلب يا مبروك، شكرا لك. والآن أستودعك الله يا صديقي، لقد تأخرت على السوق، بإذنك. في أمان الله يا مبروك، في أمان الله يا صاحبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أيها الجد حكيم الزمان. كيف حالك يا بري؟ بخير والحمد لله. وأنت يا مبروك، كيف حالك وحال صديقك البحري؟ الحمد لله على كل حال أيها الجد الحكيم، ولكن لا أدري، فصديقي البحري يبدو أنه غاضب مني أنا أيضا، فلم يخرج منذ فترة للقائي. أرأيت أيها الجد حكيم الزمان، بمجرد أن علم البحري برغبتي في لقائه من مبروك اختفى ورفض أن يلتقي بمبروك أيضا. أرى أيها الجد الحكيم أن عبد الله البحري قد تمادى كثيرا في غضبه هذه المرة. هذا نعم الرأي أيها الجد حكيم الزمان، هذه الرسالة سوف نوقع عليها جميعا، وستكون شهادة منا نرسلها إلى عبد الله البحري مع الصياد مبروك، نؤكد فيها توبة عبد الله البري وندمه على ما فعل. وأنا أيضا أرى أن نخبره في هذه الرسالة الجديدة باختيارنا لعبد الله البري في هذه الزيارة الجديدة، لكي يساعد الصديق الجديد على تجنب الوقوع في الخطأ الذي وقع هو فيه من قبل. وأنا معك يا سندباد، وسوف يكون اختيار البري لهذه الزيارة دليلا على توبته وعلى اقتناعنا جميعا بهذه التوبة، وأنه أصبح شخصا آخر. وأنا بدوري أشكركم جميعا أيها الأصدقاء على هذه الثقة. إذن فلنبدأ في كتابة هذه الرسالة أيها الأبناء، وليذهب بها أحدكم الليلة إلى كوخ الصياد مبروك. ندعو الله أن يوفق قريبا في لقاء جديد مع عبد الله البحري. إنني في شدة السعادة لهذا اللقاء الذي تم صباح اليوم بين عبد الله البحري وصياد مبروك، والاستلام البحري لرسالتكم. وأنا أيضا سعيد يا ولدي، وأرجو أن يكون لهذه الرسالة الأثر الذي نرجوه في نفس وقلب البحري. سيكون لها أثرها بإذن الله أيها الجد الحكيم، وسيقبل البحري اعتذار صديقه البري، فهذا حق صديقي على صديقي، السماح والمغفرة، خاصة إذا كان الاعتذار من القلب. رسالة من البحري يا مبروك، رسالة من البحري. أنا لا أصدق عيني، لا أصدق عيني. بل صدق عينيك يا عبد الله، ها هي الرسالة بين يديك، فضها واقرأها. معك حق، معك حق يا مبروك، ها هي الرسالة بين يدي، وها أنا ذا أقرأها، أقرأ رسالة البحري العزيز. اسمع يا مبروك، اسمع ماذا يقول فيها. لقد سامحني، سامحني أيها الجد حكيم الزمان. آه يا صديق الطيب، كم أنا سعيد برسالتك هذه وبكلماتك الرقيقة.
إنك تستحق هذه الكلمات الرقيقة الطيبة وأكثر منها يا بري. لولا صدق توبتك وإخلاص نياتك في الاعتذار لصديقك لما استجاب لك ورد على رسالتك وسامحك بصدق وإخلاص. هنيئا لك عودة صديقك إلى ما كان بينكما من مودة ومحبة يا بري. شكرا لك يا نبيل، شكرا لك. والآن أيها الجد حكيم الزمان، إني على استعداد للقيام بهذه الزيارة التي اخترتموني لها لكي أعود موفقا بمشيئة الله، فيأتي البحري للقائي كما وعدني في رسالته. هل نبدأ الآن أيها الجد الحكيم؟ أسرع يا علاء الدين، أسرع بالله عليك. أخشى أنك في لهفتك هذه يا بري لا ترى شيئا مما يحدث على الشاشة العجيبة. بل سأرى كل شيء بمشيئة الله يا جحا، ولكنني فقط أريد أن أغمض عيني ثم أفتحهما فأجدني بجوار صديقي البحري. ما أجمل هذا الحب وهذه الصداقة يا بري. نعم يا ولدي، ما أجمل الدنيا بصداقة حقة نبيلة كهذه. هيا يا علاء الدين فلنبدأ الآن. هل أنت مستعد أيها الكاتب؟ أنا على أتم استعداد يا سيدي. أنا لا أعرف لماذا فعلت هذا وماذا استفدت من فعلتك هذه. أنا لم أقل غير ما سمعت. ألم يقل فؤاد إنه لا يفهم شيئا من شرح مدرس الجغرافيا بالمدرسة؟ فؤاد لم يقل هذا، كل ما قاله إنه قد فاته أن يفهم بعض الأشياء من مدرس الجغرافيا في الدرس الماضي. هذا ما قاله دفاعا عن نفسه أمام المدرس. وما الذي استفدته عندما أبلغت المدرس بهذا الكلام؟ الصف كله يعرف صداقتي بهذا المدرس بالذات، وأنا لا أحب أن يذكره أحد بسوء في غيابي. وهل كان المدرس سعيدا بما فعلت؟ لقد غضب منك وحذرك أن تفعل شيئا كهذا مرة أخرى، لأنها فتنة ووقيعة تتنافى مع الأخلاق والسلوك الطيب. أنا لا يهمني استنكار أو استحسان من أحد، والمهم وفر نصائحك الآن، واعلم أنني أخوك الأكبر وأنني أرغب في النوم الآن. ماجد لم يفعل شيئا يستحق كل ثوراتك وغضبك. رأي أنكما جيران قبل أن تكون صديقين وزميلين في المدرسة وفي صف واحد. وهل رأى هو شيئا من هذا عندما تسبب في طردي من مباراة كرة القدم اليوم؟ ماجد، نعم ماجد، لقد كان يتعمد العنف معي أثناء اللعب، ولما قابلت العنف بالعنف طردني الحاكم. لقد شاهدت المباراة بنفسي ولم يحدث شيء من هذا. لقد اعتذرت لماجد واعتذرت لهم جميعا. اعتذرت؟ أنا لم أطلب منك أن تعتذر أو تتأسف لأحد. هو الذي يجب عليه الاعتذار، هو وأصدقائه الذين تعمدوا جميعا أن يحدث لي ما حدث اليوم. انتظر يا حسام، أنا لا أعرف عن أي شيء تتحدث. نحن جميعا إخوة وزملاء، لماذا تظن أنهم كانوا يريدون بك سوءا؟ لأنكم جميعا لا تحبونني وأنا أعرف هذا، وأنا أيضا لا أحبكم. أسمعت؟ لا فائدة أخوك، لا فائدة منه. لماذا؟ لماذا يا حسام؟ لماذا تسعى دائما في العداوة بينك وبين أصدقائك وزملائك؟ لماذا؟ أنت لا شأن لك بي. هيا تفضل. إنني أعتذر لك يا ماجد مرة أخرى نيابة عن حسام. أنا لا أعرف سببا واحدا يجعله يفعل مثل هذه الأفعال التي تغضب الجميع منه. حسام صديق لي وللكثير من زملائنا في المدرسة، ونحن نحبه ونعتز بصداقته وندعو الله له بالهداية. شكرا لك يا ماجد، هذا ما كنت أتمنى أن أسمعه منك الآن. حسام في حاجة إلى أن يشعر أن أصدقائه ما زالوا يحبونه ويعتبرونه صديقا عزيزا، وسوف يساعده هذا كثيرا على التغلب على أي فكرة شريرة تخطر بباله ضد أي صديق من أصدقائي، خاصة أنه رغم كل تصرفاته هذه طيب القلب، وأرجو أن تصدقني في هذا. أصدقك يا أحمد، أصدقك، لقد تربينا ونشأنا معا، وكنت دائما أجده بالفعل حنونا طيب القلب. لا أعرف ماذا أصابه في الأيام الأخيرة. على كل حال أرجو أن يكون اعتذاري لك هذا
قد محى من نفسك كل ما شعرت به اليوم من ضيق وغضب. نحن جيران وإخوة وأصدقاء مهما حدث، وأرجو إبلغ هذا لحسام وإبلغ تحياتي له أيضا. شكرا لك يا ماجد، شكرا لك. بالمناسبة سوف يقوم النجار اليوم بتركيب مكتبة حائط، وبالتحديد هنا على هذا الحائط، وهو كما تعلم الحائط المشترك بين حجرتي وحجرتك أنت وحسام. أرجو أن تقبلوا اعتذاري عن الضجة التي سوف أتسبب لكم فيها، وأعدكم أن ينتهي النجار في أقرب وقت ممكن. أولا أهنئك على المكتبة الجديدة، ثانيا دع النجار يتم مهمته على خير وجه، ولا تشغل بالك بحكاية الضجيج هذه، اعتبرها كأنها في شقتنا تماما. شكرا لك يا أحمد، شكرا لك. من أين يأتي هذا الصوت؟ إنه في حجرة الأمين. ماذا يفعلون هناك؟ إنهم الجيران، يبدو أنهم يقومون ببعض الإصلاحات في شقتهم. أبي، أبي، أتسمع يا أبي هذا الصوت الفظيع في حجرتنا؟ الجدار يكاد ينهار فوقنا، كيف يمكن أن أذاكر في هذا الضجيج؟ لا داعي لكل هذا الغضب، إنهم جيراننا وهم بالطبع لا يقصدون إزعاجنا، ربما كانوا يقومون ببعض الإصلاحات في شقتهم وواجبنا أن نتحملهم حتى ينتبهوا منها. اذهب إليهم يا حسام واطلب منهم برفق أن يحاولوا التخفيف من شدة الطرق على الجدار حتى تتمكن من استذكار دروسك. وهل أنا لم أفعل؟ لقد ذهبت إليهم وطلبت منهم هذا بكل رفق وكل أدب. أتعرفين ماذا فعلوا؟ صاحوا في وجهي بأنهم لا يهمهم مذاكرتي وأغلقوا باب الشقة في وجهي. ماذا؟ حسام، ماجد ما زال حتى الآن يعتبرك صديقا وزميلا له، وأنا أريد أن تستمر بينكما هذه الصداقة، وأريد أيضا أن تعود روح التعاون والمحبة بينك وبين زملائنا جميعا. حسام، الكلام الذي سأقوله لك الآن سيعيد لنا حسام الذي عرفناه وأحببناه واحترمناه. حسام، زملاؤنا في الفصل ينتظرون منك هذه الخطوة لكي تعود المحبة والصداقة بينك وبينهم. قل الحقيقة لمدرس الجغرافيا، أخبره أن فؤاد لم يقل ذلك الكلام الذي أبلغته به وأساء إليه. أنا لم أقل غير ما قاله فؤاد. وهل أنت وحدك الذي سمعت هذا الكلام؟ لقد كنا جميعا معكما، فؤاد لم يقل هذا الكلام، وحتى لو قاله فلا يصح ولا يليق أن تنقل كلامه إلى المدرس. لقد قلت للمدرس ما سمعته بأذني عنه، ولن أتراجع عما قلت مهما فعلت. أتسمع يا أحمد؟ أرجو أن تسمح لي بالانصراف. مع السلامة. يبدو أنه لا فائدة بالفعل من الحديث معه. لقد أخبرتني أمي بالأمس بما قلته لها عن تصرف أسرة ماجد معك عندما ذهبت إليهم تشكو الضجيج الذي كنا نسمعه في حجرتنا، وأنا أقول لك إنه لم يحدث منهم شيء من هذا. كيف؟ هل كنت معي؟ دعوني أذهب إليه، لم أعد أستطيع الانتظار أكثر من هذا. تستطيع أن تبدأ زيارتك في أي وقت تشاء يا بري، إننا فقط نساعدك في مهمتك بما تراه الآن على الشاشة العجيبة. هل كتبت كل شيء أيها الكاتب؟ كتبت كل شيء يا سيدي وبالتفصيل. لقد اعتذرت لي جارتنا أم ماجد هذا الصباح عن إزعاجهم لنا بالأمس أثناء قيام النجار بعمله في حجرة ماجد، ونفت كل ما قلته أنت لي عن صياحهم فيك وإغلاقهم باب الشقة في وجهك، بل وأقسمت إنها لم ترك بالأمس بالمرة. يا أمي، وماذا تريدين منها أن تقول غير ذلك؟ لابد أن تنكر طبعا. هذه الأسرة تجاورنا في السكن يا ولدي منذ سنين طويلة، ولم يحدث أن أساءوا إلينا مرة واحدة، فلماذا تظلمهم وتدعي أنهم أساءوا إليك هذه الإساءة؟ أنا لم أظلمهم في شيء يا أبي، لقد قلت ما حدث بالفعل. أبو ماجد هو الآخر أساء إليك إساءة بالغة صباح اليوم. ماذا؟ أبا ماجد؟ لقد رأيته اليوم يقف بباب شقته ويقول لأبنائه إنه لا يهمهم إن كنا نغضب منهم أم لا، ولا يهمه إن كنت أنت تغضب منه أو لا تغضب.
فهم أحرار يفعلون ما يشاءون في بيتهم. ماذا؟ هل قال ذلك فعلا؟ نعم، لقد رأيته بعيني وسمعته بأذني. ألا يكفيك ما تفعله بين مدرسينا وأصدقائنا وزملائنا في المدرسة؟ أتريد أن توقع بين أبي وبين جيراننا أيضا؟ ولماذا؟ لقد قلت لأبي ما رأيته وسمعته. هل ستكون سعيدا عندما يتشاجر أبي مع والده بسببك؟ بسببي أنا؟ لا، بسبب الإهانة التي وجهها إليه أبو ماجد في غيابه، ولسوء حظه سمعته أنا. أنا لا أصدق حرفا واحدا مما تقول. صدق أو لا تصدق لا يهمني. لماذا؟ من أنت أيها الرجل؟ ما شأنك بي؟ كيف دخلت إلى هنا؟ أنا صديق جئت لمساعدتك. أنا عبد الله البري. عبد الله البري؟ أنا صديق البحري في الحكايات القديمة، وقد جئت إليك من جزيرة الحواديت. قل يا ولدي، هل قرأت قصتي؟ أنا لا أقرأ قصصا أو غير ذلك. إذا فليس من العجيب أن تقول على مثل هذا الحال. اقرأ يا ولدي، اقرأ، فالقراءة تهذيب للنفوس وكنوز للعقل ودروس مستفادة من تجارب الآخرين. ماذا تريد مني بالضبط؟ لقد وصل صديقنا إلى هذا الفتى في الوقت المناسب، أليس كذلك؟ بلى علاء الدين، إنه كذلك فعلا، ونرجو الله أن يوفقه مع هذا الصديق الجديد. انتبه جيدا أيها الكاتب. أمرك يا سيدي. كنت في حكايات القديمة صيادا فقيرا معدما، وقد ظللت شهورا وأياما أذهب إلى البحر من شروق الشمس إلى غروبها، فلا أعود بشيء يسد جوعي وجوع عيالي. ولولا بعض المحسنين لمتنا جوعا. لماذا؟ هل فرغ البحر من السمك؟ لا يا ولدي، بل هكذا شاءت إرادة الله. أراد الله أن يمتحن قوة إيماني وصبري على البلاء، ثم أراد أن يعودني خيرا، فالتقيت بالبحري ذات يوم عندما خرج من البحر حيث يعيش. رجل يعيش في البحر؟ هذا كلام يعقل؟ ماذا تقول يا رجل؟ اسمع يا ولدي، تعلم عندما تقرأ الحكايات القديمة ألا تتوقف كثيرا عند مثل هذه التفاصيل التي قد تراها خيالا لا يصدق. المهم هو المعنى، المعنى الذي تريد الحكاية أن تنقله إليك. وفي حكايات الكثير من المعاني، أرجو أن نتدبرها معا. وأصبحت غنيا في لحظة، أليس كذلك؟ اصطفاني البحري وأصبحنا صديقين عزيزين، وفي ذات يوم دعاني معه إلى نزهة، فأمضيت معه يوما كاملا في مدينته تحت الماء. رحب بي أهله وأصدقاؤه ترحيبا لم أرى مثله في حياتي، ولم أرى في حياتي مثل هؤلاء الناس في طيبة قلوبهم وصفاء نفوسهم. وماذا بعد؟ شعرت بالضيق من البقاء تحت الماء، وأردت العودة إلى الشاطئ. في الوقت الذي أراد أحد أصدقاء البحري أن يدعوني إلى بيته ليرحب بي أيضا، فإذا بي أندفع وأقول للبحري لأتخلص من دعوة هذا الرجل، قلت له: لن أذهب إلى بيت هذا الرجل، فقد سمعت منه أثناء تجوالي بالمدينة كلاما يسيء إليك إساءة بالغة، بأنك تسرف في تبديد أموال المدينة
على الناس الذين يقيمون على الشاطئ. وهل سمعت فعلا هذا الكلام من ذلك الرجل؟ لا يا ولدي، وتلك كانت سقطتي التي أضاعت من يدي كل شيء، فسرعان ما غضب البحري وكل من سمع مني هذا الكلام، وصاحوا قائلين: فتنة وواقيعة، وأين؟ في مدينتنا؟ ولم أشعر إلا وأنا في بيتي فقيرا معدما كما كنت، فتحولت كل أموالي وكنوزي إلى تراب وحجارة. لابد أنك حزنت كثيرا لضياع ثروتك. نعم يا ولدي، وكاد الحزن أن يقتلني لفراق صديق طيب. يا ولدي، إن تخسر صديقا طيبا فقد خسرت الدنيا وما فيها. أنت الذي تسببت في كل هذا، من يدري ماذا سيحدث الآن بين أبيك وبين هؤلاء الجيران؟ اطمئني يا أمي، أبو ماجد صديق قديم لأبي، ولن يحدث بينهما شر بإذن الله. خيرا يا أبا حسام، ماذا حدث؟ ماذا قال لك أبو ماجد؟ الرجل كان مسافرا طوال الأسبوع ولم يعد إلا منذ ساعة فقط. سأذهب لأنام، تصبحون على خير. انتظر، لماذا فعلت هذا؟ لماذا أردت الوقيعة بيننا وبين جيراننا وأصدقائنا؟ ألا تعرف أن ما فعلته فتنة؟ وأن الفتنة أشد من القتل؟ وأن من يفعلها آثم شرير تكرهه الناس وتلعنه الملائكة؟ تتكلم! لقد أساء إلي ابنهم في المدرسة وأردت أن... أردت أن ترد إساءته بهذه الفتنة الحقيرة، أليس كذلك؟ حسابي معك سيكون عسيرا فيما بعد. اذهب الآن أولا إلى جيراننا واعتذر لهم عما فعلته، ولن تفلت من يدي قبل أن أسمع منهم جميعا أنهم قبلوا اعتذارك وصفحوا عنك. هيا! كانوا جميعا أكرم نفسا مني يا بري. ماجد ووالده سامحاني، بل وشفع لي عند أبي حتى يقبل اعتذاري ويسامحني. أما أنت يا بري فلن أنساك أبدا، ولن أنسى ما علمتني إياه. هل ستقرأ قصتي مع البحري يا حسين؟ سأقرأ كل ما تقع عليه عيناي. إذا فأبشر يا ولدي، فقد بدأت منذ اليوم حياة جديدة، وستكون سعيدا دائما بإذن الله. وداعا يا ولدي. وداعا يا بري، وداعا. هنيئا لك يا بري، لقد أحسنت وعدت موفقا، وهذه مفاجأتي لك، رسالة من البحري يهنئك على نجاح زيارتك وهو ينتظرك على شاطئ البحر. شكرا لك يا جحا العزيز، شكرا لك. اكتب هذا أيضا أيها الكاتب. لقد عاد البري والبحري إلى صفحات قصتهما أيها الجد الحكيم. حمدا لله، لولا زيارة البري لصديقك الأخير لما التقيا ثانية وعادا معا. كم أنا سعيد بهذا كل السعادة. هذه قصة جديدة كتباها الكاتب في قصر علاء الدين، ضعها في مكتبتك يا ولدي. شكرا لك أيها الجد الحكيم، شكرا لك.